ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع نتيجة المسابقة النهائية من أقوى أم في مصر، مع الأمهات اللي منورينا النهاردة. زي ما بقول حاجة تشرف، يا ترى مين اللي فاز؟ مين؟ المهندسة؟ ولا المدرسة؟ ولا الخبيرة في مجال الطيران؟ مين؟ مين اللي هتروح قفشة ونفشة؟ ومين هتروح خسرانة وزعلانة؟ محدش هيزعل، محدش هيزعل، محدش هيزعل. انبسطنا صح؟ انبسطنا. لعبنا، اللي كسب كسب، ربنا يبارك له في فلوسه، واللي ما كسبش لعب وانبسط. صح. مين هتقول أنا انتصرت وفزت، أنا أقوى أم في مصر؟ ومين هتقول يا دي الشلة يا دي الحطة، رحت على جمل ورجعت على بطة؟ مين؟ يا ترى اللي فاز معانا ماما دعاء؟ ولا ماما هناء؟ ولا ماما دنيا؟ مش هطول عليكم. ماما دنيا جمعتي 100 نقطة. ماما دعاء جمعتي 120 نقطة. أما ماما هناء ممكن تكون هي أقوى أم في مصر، ممكن لأ، بس هي عملت فيديو حلو قوي بصراحة، فاجئنا كلنا. ماما هناء جمعت 110 نقطة، وكده اللي فايز معانا ماما دعاء أقوى أم في مصر. بطلع عشان تستلم الشيك. ماما هناء